بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم عن الـ passive voice. زي ما انتم شايفين العنوان passive voice، المبني للمجهول. اعتقد معظم الشعب برضو اخذوا التمرين، ممكن شعبة او شعبتين، وعلى ما اذكر شعبة البنات شعبة بي ممكن مش ماخذينه، فمشان يمشوا معنا مع بقية الشعب، ومن الحصة القادمة بتصير الحصص لكل الشعب. تمرين الباسيف فويس المبني للمجهول. كيف بدنا نعرف في الوزارة انه السؤال المطلوب في الري رايت بده باسيف فويس؟ الحل او الملاحظة، يوضع الاوبجكت المفعول به في بداية جملة الحل. يعني لما يحكي لي جملة subject verb object، تتمي الاوبجكت يوضع في بداية الجملة الجديدة، فبنعرف انه ايش باسيف فويس. وهسه راح نشوف بخلال الأمثلة. أهم إشي بالباسيف فويس إنه الطالب يكون حافظ القواعد الخمسة. أنا ممكن كاتب قواعد ستة في الدوسية، القواعد السادسة حقيقة من الفصل الثاني. أهم إشي بالباسيف فويس هو الفعل، وبالتالي هاي خمس قواعد. لما يحكي لي subject verb object، يوضع الأوبجكت في أول الجملة، ثم ننظر إلى الفعل ونطبق إيش قاعدته. يعني قبل ما أبلش في الأمثلة، يعني أكتب لي مثال وأعرضه لكم. حكي على سبيل المثال جملة بدايتها subject ثم verb ثم object ثم الكومبلمنت، تتمة الجملة. بيعطيني الأوبجكت في بداية الجملة like this، مثلا جملة subject verb object ثم التتمة. لما تقرأ هاي الجملة، لا أنت ولا أنا بعرف شو بدها. مثلا يحكي لي the government supported farmers with seeds، أو I like English very much، ما بعرف شو بده السؤال. لما أشوف الأوبجكت، الكلمة اللي هون اللي بعد الفيرب مباشرة، الكلمة اللي هون أو الكلمات اللي هون اللي هي الأوبجكت، طبعت في الوزارة في بداية الجملة الجديدة في جملة الحل، الأوبجكت اللي هون نقله في بداية الجملة الثانية، إذن إحنا في تمرين الباسيف فويس. شو بنعمل؟ هاي الأوبجكت وهاي الأوبجكت هون، أنت شيل الأوبجكت اللي موجود هون في بداية الجملة، شطبه، وبترجع وين؟ على الفيرب، وبتشوف لي زمنه. إذا فيرب 1 شو بصير تحت؟ إذا فيرب 2 شو بصير؟ إذا في ING continuous tenses شو بصير؟ في البيرفكت هاف وهاز شو بصير؟ وفي الموديل شو بصير؟ يعني نحفظ قواعد الفعل. إذن الأوبجكت في بداية الجملة الجديدة الثانية، شوف أنت شطبه من الجملة الأصلية وبترجع على الفيرب اللي هون، طبق قاعدته. بس لما تطبق القاعدة كمل مين؟ نسخ، انسخ التتمة الكومبلمنت. ولما تخلص النسخ، معناها حركة مش ضرورية، بتحط الباي والسبجكت. هاي منشوفهم بالأمثلة. لكن وين العلامة في الوزارة؟ وخاصة أيام الضع دائرة الآن، في الضع دائرة الفيرب. فيرب 1 شو بصير؟ فيرب 2 شو بصير؟ بس بطبق الفعل، وهاي العلامة هون. بعدها بنسخ كل الكلمات اللي بعد الأوبجكت اللي هي الكومبلمنت، ولما أخلص النسخ بحكي باي والسبجكت. طيب نحفظ قواعد الفعل. إذا كان الفعل بالجملة فيرب 1 study eat do write verb 1، منجيب is أو are أو am حسب الأوبجكت. إذا الأوبجكت مفرد is، وإذا الأوبجكت جمع are، وإذا الأوبجكت I am، وverb 1 شو بصير؟ verb 3. يعني لو حكي لي study study، شو بتصير في الباسيف؟ is studied أو are studied أو am studied. أما إذا الفعل طلع verb 2 في الماضي، I studied English ed، I studied studied ed English، وكتب لي English. verb 2 بده was where، وverb 3 was للمفرد where للجمع. إذا شغلة حفظ للي ما إلو على هاي التمرين. verb 1 is are verb 3، verb 2 was where verb 3. القاعدة الثالثة، إذا الفعل فيه have أو has verb 3، I have done، she has eaten، have has had verb 3، حط بينهم بين، بس حط بينهم بين. have studied have been studied، has done has been done، had given had been given. إذا have has had verb 3، بجيب have وhas، طبعا have وhas على المفرد والجمع، الهاد ما فيها مفرد وجمع، بجيب have أو has أو had بينهم بين، بكتبها من عندي، ثم بنسخ مين؟ الفيرب 3.
لأن الأزمنة المستمرة أم إز آر وفيرب آي إن جي. حكى لي إز رايتنج، إز دوينج، أم رايتنج، آر إيتنج، أم إز آر وفيرب آي إن جي. بجيب أم إز آر حسب الأوبجكت، والحشوة من عندي بيينج بيينج، ثم الفيرب آي إن جي شو بصير؟ فيرب 3. أصلا كل البسف ينتهي بفيرب 3. فلو حكى لي مثلا إز ستاديينج، شو بتصير؟ إز being و studying شو بتصير؟ شير ال ing وحط verb 3 studied. are eating، are eating بتصير are being وال verb 3 من eat eaten، are being eaten. was where ing نفس ال is وال are، was where و verb ing. بجيب was أو where المفرد والجمع، ثم الحشوي being، ثم ال verb ing verb 3. القاعدة الأخيرة، إذا أعطاني فعل من أفعال الموديل، هاي اللي تحت، will, would, shall, should, can, could, may, might, must, have to, has to, is going to, ought to, used to, need to، فإذا حكى لي موديل وراء infinitive will study، جيب الموديل نفسه وحط وراء be من غير تفكير، will, will be، would, would be، should, should be، might, might be، might ought to ought to be need to need to be. هاي الأفعال اللي معها to تعتبر موديل. ثم الانفينيتيف شو بصير؟ verb 3. إذن will study شو بتصير؟ will be على السريع، will be و study verb 3 studied. إذن لما الطالب يحفظ هاي القواعد الخمسة انتهى الباسيف فويس. verb 1 is or verb 3، verb 2 was where و verb 3، have has had verb 3 حط بينهم been، is or was where مع verb ing حط بينهم being و verb 3، وكل أفعال الموديل بنحط وراهم be ثم الفعل verb 3. اوكي، هاي القواعد. الآن خلينا نيجي نشوفه على أرض الواقع، إنه على شكل أمثلة، ونطبق أمثلة على القواعد اللي درسناها. طيب نشوف الآن الأمثلة الأولى، هاي examples. المثال الأول شو بحكي؟ mom writes novels very often. mom writes novels. mom writes novels وبلشت الجملة بnovels، هاي الأوبجكت، subject verb object ونسخ للأوبجكت. فلما الأوبجكت novels ينسخ في بداية الجملة الجديدة، إذن أنا بالباسيف فويس. إذن انسى novels، تعال على الفعل writes، يعني write يعني verb 1، writes write هذول verb 1. طبق قاعدة verb 1 مباشرة، هون الحل، لا بروح يمين ولا يسار، اللي قبل الأوبجكت write verb 1. إذن is و are و verb 3 هون بتطلع novels جمع، إذن شو بدها؟ are، والverb 3 من write written، إذن novels are written. انسخ بعد الأوبجكت very often، ثم منحط الباي والسبجكت اللي في أول الجملة باي مام، وهي باي والسبجكت هم بحطوش فيها علامات أيام لما كان الطالب يحل. أما أنتوا الآن ضع دائرة بتلاقوها جاهزة. ضع دائرة يعني زي الجملة الثانية، شوف لي الجملة الثانية. My brother posted the video on Facebook. My brother posted the video. مش فاهم شو السؤال، تحت السؤال the correct passive voice sentence، هي اسم التمرين passive، the correct passive، جملة الباسيف الصحيحة للجملة هاي اللي فوق هي، وبيعطيني أربع حلول. انت حل هاي الجملة، هاي بيحكي لك حولها للباسيف، هاي الجملة اللي فوق حولها للباسيف، حولها بينك وبين نفسك ثم اطلع على الإجابة الصحيحة. ولو بدي أعطي قاعدة سريعة يعني للضع دائرة في الباسيف، اطلع على الفعل posted ed verb 2، مدام verb 2 شو قاعدته؟ was و where و verb 3، يعني was posted أو where posted بتطلع is posted، was posted is being will be، posted verb 2 بده was و where، يعني لو حل سريع بثاني بحله posted verb 2 إذن بده was، was posted. إذن هون بلش بالobject the video، مرة بيحكي لي is posted، غلط لأنه posted ed verb 2 مش verb 1. posted ماضي was posted صح، verb 2 was where، البينج اي ان جي ما في هون اي ان جي، والويل بده يكون فوق ويل ما في ويل. اذا شو الاجابه الصحيحه؟ بي، ذا فيديو واز بوستد، اذا الاجابه اكيد البي. الان بقيه الامثله
rewrite. Number three. The experts have sent. Have sent. Have over three. The report lately. بلش بالobject the report. هاي الobject حطه هون. حل يا طالب. هاي المدير القديم رجعنا له. نرجع للفعل اللي قبل الobject. Have sent. Have sent. بنزل have أو has. بس الريبورت مفرد. هاي شوف ريبورت مش ريبورتس. ريبورت مفرد. فالهاف شو بدها تصير؟ هاز. لأنه ريبورت الأوبجكت مفرد هاز. والحشوي بن ثم ننسخ الفيرب 3. إذن هاز بن سنت. إذن بنزل هاف أو هاز حسب اللي هون. مفرد. الحشوي بعد هاف أو هاز بن ثم ننسخ الفيرب 3. شو ضاير بالجملة؟ ليتلي. باي واللي في أول الجملة. We aren't doing the homework now. We aren't doing the homework now. The homework. ارجع للفعل aren't doing يعني are doing يعني are و ing في نفي بنفي تحت المهم القاعدة are doing اوكي are و verb ing بنزل are او is حسب الobject الهومورك مفرد ها ما في اس الجمع اصلا هي لا تجمع اذا are بنزل are بس هي مفرد تنزل is في نفي aren't بتصير isn't اذا the homework isn't والحشوي being ثم الverb 3 من do done إذن the homework is بصيرش أحكي are الis والare فعل واحد بس أنا بنتبه للي قبل الفراغ homework مفرد إذن is في نفي isn't حشوة ال ing being الverb 3 كل البسف ينتهي بverb 3 بشيل ال ing بتصير do do did done إذن على السريع done ثم بكمل الجملة الخامسة We must build new roads. الobject new roads. هاي new roads. شطب ارجع. الفعل must build. يعني must model infinitive. Model infinitive. شو قاعدتها؟ بنزل الموديل وراء بي. فمست must be. Model model be. والverb 3 من build هو built. Full stop. هون ما كتبت الباي لأنه إذا السبجكت ضمير إذا هون كان ضمير I, we, you, they منستخدمش الباي القاعدة الأقوى لا تحكي لي by me و by him و by us و by them مش حلوة في اللغة إذا new roads must be built بديش إياها by us الجملة السادسة I suggested reading stories I suggested reading stories in a class شو بلش؟ reading stories الobject كلمتين شطب reading stories هاي طلع خلص هاي الobject شيلهم نفس الكلمات اللي فوق ارجع للفعل suggested ed verb 2 إذن was where إذن reading suggested يا was يا where مش تتطلع على stories جمع لا هاي بالأساسيات إذا الجملة بلشت بverb ing اللي هو gerund أي جملة بالجرامر في كل جرامر تبدأ بverb ing تعتبر مفرد Reading stories was ولا where لا was ما بحكي where إذا ما تغرني هاي stories مدام في هون ing بداية الجملة فهي مفرد إذا was والتصريف الثالث من suggested suggested إذا reading stories was suggested وبكمل بعد الobject in a class اللي بعديها nobody asks questions here nobody نفي ولا واحد بيسأل أسئلة هون Nobody asks questions. الجملة شو بلشت؟ Questions. هي الobject. ارجع للفعل asks. Ask. Verb 1. إذا نحط is و are. Questions جمع. إذا شو بختار؟ are. Nobody تفيد النفي. Nobody. في نفي. مدام نفي بنفي الفعل بالحل. فالare بتصير are not أو aren't. إذا كانت الجملة بداية الجملة nobody و no one و none و nothing هاي كلمات نفي nobody none no one nothing ها نفي ننفي الفعل تحت اذا asks verb 1 بده is و are questions جمع are نفي aren't والverb 3 من ask asked ثم نكمل بعد الobject I didn't write poetry ما كتبتش الشعر شو بلشت poetry الobject ارجع للفعل didn't write بدي أحدد أي قاعدة من القواعد الخمسة didn't write هاي نفي verb 1 ولا نفي verb 2 مبين ما فيها model ولا فيها ing ولا فيها have و has و had يعني أكيد مش على القاعدة الثالثة والرابعة والخمسة لا لو don't write بتكون نفي verb 1 فبطبق verb 1
بتصير isn't و aren't و verb 3. أما didn't نفي verb 2 نفي الماضي. إذا بطبق قاعدة الماضي was aware بالنفي wasn't و weren't خلاص وبتروح didn't. ها I didn't write ما كتبتش بالماضي. أي قاعدة في البسيف نفي verb 2. إذا تحت wasn't و weren't. Poetry ما هي جمع إذا wasn't والتصريف الثالث من write written. Poetry wasn't written. Poetry wasn't لأنه didn't نفي ماضي بجيب was في نفي wasn't والثالث من write wrote written وبالتالي انتهى تمرين البسيف فويس ويعطيهم ألف عافية. شكراً.